اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي جريده متابعي جريده الجمهوريه اونلاين. احنا الان ما زلنا داخل مصنع كومومبو لاسوان لانتاج قصب السكر. معانا الدكتور مصطفى درويش رئيس قطاع المكتب الفني لشركه سكر وصناعات تكاملية. حدثنا عن انتاجيه كل مصنع من المصانع التابعه للشركه وما وصلت اليه معدلات التوريد حتى الان. مساء الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، اتفضل حضرتك. عايزين نتكلم يا فندم على شرح تفصيلي لكميات التي يتم توريدها داخل كل مصنع من المصانع التابعه للشركه شركه السكر والصناعات التكامليه. طبعا احنا عندنا في منطقه الوجه القبلي اللي هي اكثر منطقه بتتميز او تشتهر بزراعه القصب للعوامل الجويه المناسبه لزراعه القصب ونموه وارتفاع درجه الحلاوه، بتوزع المصانع عندنا في مصنع في كومومبو ومصنع في ادفو وفي ارمنت وقوس ونجع حمادي وابو رقاص وجرجه ودشنه. بتتفاوت الكميات حسب كميه القصب المزروع، طاقه المصنع بتتوقف على كميه القصب المنزرع في دايره النطاق الجغرافي للمصنع. احنا حاليا في كومومبو كميه القصب المنزرعه ان شاء الله باذن الله متوقعين ان يتم توريد للمصنع 1,930,000 طن. هنشتغل باذن الله ان شاء الله 130 يوم متوقع، بنعصر في اليوم من 14,700 ل 15,000 طن يوم. كميه السكر المتوقع ان شاء الله انتاجها هي 202,000 طن سكر. المصانع بتاعتنا مصانع عتيقه ومصانع قديمه من 1868، بيجري تطويرها وتجديدها تباعا، لان طبعا ان ده صناعه استراتيجيه ومحصول استراتيجي ولا يمكن ان هو يتم تجديدها مره واحده. فاحنا عاملين خطه للتطوير وخطه للتحديث هتشمل من 7 لـ 9 سنوات بيتم تطوير المصانع تباعا. والبدايه كانت في مصنع كومومبو، لو حضرتك هتكمل جوه تشوف عملنا تحديث التشغيل بدل من التشغيل اليدوي الى التشغيل الاوتوماتيك او الالكتروني عن طريق اجهزه الكمبيوتر والتحكم الالي في العصارات وفي مراحل الانتاج المختلفه.